سؤال اخير وقتاش نجموا نشوفوا 36 مستشار بلدي حاضرين في جلسه بلديه؟ والله ما ثم تعرف احنا من البداية المجلس هذا ما عمرهم ولا حضروا، لانه ثم المشارب مختلفه. هذه اول تجربه كما قلت لك، اول تجربه في بمجلس متعدد المشارب، خاصه بالعدد هذا ثمانية قائمات، كل واحد عنده ما معناها اتجاهاته السياسيه كل شيء، واحنا حرصنا من الاول على التجميع وكل شيء، ولكن تبين أنه برشا ناس ما كانتش ملتزمة بالقدر الكافي، ودخلت حشومة من أطراف سياسية حشمهم وبرشنو دونك بعض، ثم اللي معناها صدمة بالكم العمل اللي مش يطالب به، والوضع الرديء اللي موجودة فيه البلدية والوعد دونك هاجر، ثم اللي ماخذ موقف سياسي من المجلس، ما حاسبوا على لون معين سياسي وماخذ منه موقف، ومعنى الأسباب الأسباب أو الدافع متعدد، معنى فهمتني. احنا والله أنا شخصيا حرصت على التواصل على قدر أيمكن، معنى على أكثر قدر ممكن، باش لأنه يعني كي يبدأ المجلس متكامل يخفف علي العبء، يعني بالعكس يعني كي نبدأ نتعب أكثر معنا، ولكن هذا معنى حرصي يعني شخصي أكثر من حرص. ولكن ثم قانون سيد الرئيس يقول مثال إذا مستشار بلدي تواصل غياب نتاعو، ثم إجراءات إدارية معينة قانونية معناها لمتابعة مسائلة. الحقيقة هو القانون القديم تاع 75 كان فيه الإجراءات هذه، مجلة الجماعات المحلية الجديدة الحقيقة ضبابية في الموقع في الموضوع هذا وفي عديد المواضيع، والحقيقة هي ذي اللي سببت لنا مشاكل كبيرة، هي هذه مجلة الجماعات المحلية. واني من فنبا يعني لست اختصاصي قانونيا، ولكن حضرت عديد الدورات التكوينيه والتفسيريه للمجله هذه، ومن اهل الاختصاص من اهل القانون، ثم حتى يقول هذه كارثه قانونيه معناها المجله هذه، وثم العديد من النصوص الترتيبيه اللي تو مصدره. يعني احنا قريب نكملوا العهد نتاعنا، اكثر من 20 نص ترتيبي تو مصدره، وهذا يخلي برشا مواضيع ضبابيه من ضمنهم الموضوع هذا نتاع معناها تقاعس نقول، وهو يتكلم المجله تتكلم على عن تقاعس العضو عضو المجلس البلدي، ولكن لا تحدد معناها كيفيه معناها مضبوطه للتعامل معه. واحنا الحقيقه اني الحقيقه هذا يمكن تحمل فيها مسؤوليتي، من الاول قلنا خلي اول تجربه، ومعناها وخيرت معناها طريقة الحوار، طريقة أنه نصبروا عليهم حتى لين يتعودوا بالواحد، لكن تبين بعد مدة أنه من الحقيقة ثم عباد معي معاش عينها بالعمل البلدي معناها إطلاقا، ثم حتى اللي خرج للخارج ومع ما لم معناها يقوم حتى معناها باستقالة على الأقل النجم نعوضوه بواحد يبدأ موجود، وثم كما قلت لك اللي ماخذ موقف سياسي مهما كان العمل ومهما كانت اللي مش تضرب به، واني معناها اتصلت بهم عديد المرات، ولكن ضاعت فيهم أنهم موقفي، واني هاني نستغل الفرصة هذه أنا أدعوهم أني ما مفتحها للناس الكل، وتعرفوني أنا لست متحزبا جملة وتفصيلا، ومنفتح اللي يعرفوني معناها أني منفتحها للناس الكل، وأدعوهم أني حسب على عن طريق القناة نتاعكم الإذاعة نتاعكم أني يجيوا وتفضلوا ونعاودوا، إذا كان ثم إشكاليات نحلوها، ما ثم حتى شيء معناها غير قادر عويص على الحل. ثم شكون من بين المستشارين حل المجلس ويدعو للحل المجلس البلدي؟ نحن معاه ولا ضد حل المجلس البلدي؟ انا احترم جميع الاراء، وكان معاه راني يعني استقلت راه ممكن تحل الحل، والله مش مسؤول حل تو الانتخابات بعد الانتخابات تو حتى الهيئه شوف تكون حاضره او لا، وعم مازال فيها مازال عام ونص هو بالضبط للنهايه المده النهائيه، معناها ان العهده هذه النيابيه ما حل من الحلول، احنا نخير انه تجتمع الناس كلها وتحاول باش تحط يدها في العجين ونتعاونوا باش نحسنوا من هالوضع الوضع السيء اللي توجد فيه مدينه القيروان وبلديه القيروان. لان ديما ضد الحلول العدميه، ماذا بيا ديما نحب الايجابيه، ما زلت مش مأيس منهم فهمتني، هاني ادعوهم عبر قناتكم ان يا اخوي اجيو مرحبا اتفضلوا نتفاهموا في المشاكل الكل ونحلها.
كيفاش تخزر المجلس البلدي بعد انتهاء المدة النيابية هذه، يعني لو تصير انتخابات من بعد كيفاش نجم ترى الأفق نتاع البلدي؟ والله هذا هو ديما انه لا يأس من راح الى القوم الكافرون، ديما الواحد يعيش بالأمل. اذا كان ما تبدلش قانون الانتخاب، لانه هذا تجي مجالس كان بلديه او برلمانيه ما معناها مشتته، هذه مش نرجعوا لنفس المشاكل. دونك اذا كان ما تبدلش القانون الانتخابي وما تبدلش مجله الجماعات المحليه معناها جذريا، يعني زي ما معناها تتعاود تتصفى جذريا، مش نعاودوا في نفس، لان نفس الاسباب تؤدي الى نفس النتائج، فهمتني؟ دونك انا ادعو من تو ان شاء الله الوضع السياسي الجديد الى تغيير القانون الانتخابي، وخاصه تغيير المجله، تحوير المجله مجله الجماعات المحليه، باش غدوه على الاقل يلزمنا معناها منظومه قانونيه تؤمن استقرار المجالس البلديه. تم معطى متغير جديد هو عودة البلدية لوزارة الداخلية بعد ما تم إلحاقها في 2016 لوزارة الشؤون المحلية باش ترجع للداخلية. ينجم يكون عنده أسباب إيجابية، معناها نتائج إيجابية. راهو المشكلة مش في وزارة الإشراف شنو اللي مش تكون، ولكن في المنظومة القانونية اللي قلت لك هذه. ولكن احنا الحقيقة عندي أمل أنه رجوع البلدية لوزارة الداخلية يمكن يحسن لها من وضعها، لأن تولي نفس الوزارة هي المشرفة على البلديات، مشرفة على شرطة البلدية، مشرفة على التنفيذ. يمكن هذا يؤدي إلى معناها تحسين نجاعة القرارات أو تنفيذ القرارات في المستوى هذا. يعني عندي أمل أن يرجعها للداخلية يمكن يحسن من نجاعة الشرطة البيئية. شنو توقعها يكون؟ زاد كيف يلزم النظر في أولا في تكوينها، ثم في صلاحيات. إذا بدأ القانون الأساسي هذاك يخص خاصة بالطبع، حتى إذا كان قانون أساسي يلزم الأعوان يكونوا عندهم قانون أساسي يحدد لهم مسؤولياتهم ويحدد لهم معناها حقوقهم، ما فيها باس. ان شاء الله هذا رجوع البلديات الى وزاره الداخليه يكون يحسن من نجاعه تدخل البلديات، وخاصه من نجاعه تدخلها، و خاصة من الناحية المالية، لأن من الناحية المالية البلديات كلها غنيها وغنيها وفقيرها تشكو من وضع مالي صعب جدا جدا جدا. احنا كنا جينا مؤسسة خاصة، رانا معناها اعلنا حالة افلاس، وراو معناها ممتلكاتنا البلدية المنقولة وغير المنقولة بيعت، معناها فهمتني؟ وضع صعب جدا. المواطنين تعرف حالة المجتمع الاقتصادية تعبة، والتدخلات معناها مساهمة الدولة في ميزانية البلدية تتقلص من عام إلى عام، وإحنا إن شاء الله نأمل في الوضع السياسي الجديد أنه تتحسن على الأقل مساهمة الدولة في ميزانية البلدية. يعني نعول زاد على المواطنين، واللي يشوفوا في الجهد الكبير اللي قاعد يقع في العمل البلدي، زاد هما يخلصوا الأداء البلدي اللي هو زهيد جدا. زاد معنا فهمتني؟ حد شيء معنا دنانير معدودة، دنانير معدودة في العام، اللي هي على الأقل تحسن الوضع المالي متاع البلديات، وتمكننا من إسداء الخدمة اللي مش ترجع اليوم معنا في الأخير. الشكر، بارك الله فيك.